ما لحد الساعة عنهم حاجة زي دي؟ هيقولوا نصبنا عليهم. يبقى نصبنا عليهم لو دسينا عنهم حاجة زي دي. ما يمكن تتحل وما يحصلش اللي انت بتقول عليه. فاحنا نقول لهم انا ما كدبش واصل يا زدان لحد ما نعرف الموضوع هيمشي على ايه. ولا ساعة زمن واحدة. مادام وراها مصلحة تبقى سياسة مش كده. لا كده ما تحللهاش يا عمي. اه يا ولاد ليه طيب؟ لان اللي بيكذب هو اللي بيخاف يا زدان، وانا ما بخافش من حد واصل ولا منهم ولا من اكبر منهم. لكن انا بخاف. خلاص همني انا اللي اقول لهم. خلي حديتهم من دلوقتي يبقى معاي. واه انت خارج يا ابوي؟ يا ابوي بسألك رد علي. ارد عليك اقول لك ايه؟ انت مش واعيه؟ رايح فين طيب؟ اروح مطرح ما اروح. ايه انا في حبس هني ولا ايه؟ لا بعد الشهر، بس غرض اطمن عليك. تطمن عليا من ايه؟ طيب مش لما تفطر الاول؟ لما جنابه فطر وخد الاصطباح وكله. وانت لسه نعسان؟ حقك علي يا ابوي، انا اصلي قلقت الليل بطوله وعيني ما غفلتش لما الفجر شكشك. طيب يا اختي على مهلك يا ابوي. انا اشد منك. ايوه امال ايه، خليك معايا سباعك. يعني ههمل يا سيد فتنة؟ انا لو وقعت لك ماشي جاري او وراي حقطع خبرك من الدنيا. لا على ايه؟ سامعه. صباح الخير يا عم العمر. صباح الخير يا فتنة. يسعد صباحك يا زينة. تفضل يا وقفه ليه. عم سباعي. عم سباعي ايه؟ ست نواعم عايزك. عاوزان انا؟ نواعم قالت لك اكديها بنفسها؟ وشددت علي عشيه. وشددت؟ شددت. هتروح لها ولا ايه؟ اروح لها وانا اقدر اتاخر. ما رضيش. مش اكديه ليه طيب؟ ما انا قلت لك على طبعه يا زينات، وانت قلتي عارفاه. بس كان عندي امل ان الزنقه اللي هو فيها دي تخليه يقبل. زكريا اخوي مفيش حاجه تجبره على حاجه. انا كنت جبراه؟ لا ما قصديش والله. طب قلتي له على الحل التاني؟ يدفع اللي يقدر عليه وانا اكمل. قلت له على كل حاجه. وقال ايه؟ قال ان الحريم ما يحللهوش مشكله. يعني هو راضي بيا من غيرها؟ بس يا زينات بس ما تقطعيش قلبي. ما عاوزنيش. قولي لي يا فتنة ما تعذبنيش. زكريا اخوي ما بيفكرش في الجواز دلوك، يعني مش انت بالخصوص. ما بيفكرش ليه؟ بيقول هيجي وقته مش دلوك. ايه ده طيب؟ طب اذا كان كده قبل المشكلة فش حال بعدها؟ وانتوا كنتوا عارفين الكلام اللي بيقوله ده من الاول؟ طب عشمتوني ليه انت بالخصوص يا فتنة؟ كان منانا ما يشوفك ويوعالك يرضى. بس وامي كان املها نفرحنا يبقى في ليلة واحدة وانا مش مهم. سامحيني يا زينات سامحيني. انت بنتها مش كده؟ ايوه يا عمي. انا قلت لحضرتك الكلام ده المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت؟ ايوه. المرة اللي فاتت انا شفتك وانت لابسه كده برضك. لا اصل انا كنت واخده غيار من ملك يعني. ملك خام. الدكتوره سام شبه امها المرحومه خواطر بالتمام، ما تشبهها اليوم. انت دكتوره صح؟ ايوه يعني.
في اسكندرية زي ما بيقولوا. وخواطر شافتك كنت دكتورة؟ أيوة طبعا، ما هي اللي كبرتني وربتني لحد ما بقيت دكتورة. هي ما تجوزتش هناك؟ لا ما تجوزتش. جابتك سيرتي؟ أيوة طبعا. جلدتك إيه عني؟ قالت لي قد إيه حضرتك كنت بتحبها يعني. وهي أكيد لازم كانت بتعزك. ما قالت لكيش؟ مش لازم تقولها. يعني انت فهمتيها كده من حديثها عنك؟ ايوه. امال سابتني ليه؟ عشان تربيني وتكبرني وتعلمني. بس تقصد ايه حضرتك؟ يعني ما هملتش البلد خوف؟ لا طبعا. انت كنتوا عايشين كيف؟ ما كنتوش بتحتاجوا لحاجه واصل؟ لا الحمد لله احنا كنا عايشين كويس قوي. يعني كنتوا عايشين من اراضي الجنينه اللي بشيه وعبد؟ ايوه. ما كنتش ساعات بتشوفيها كده مهمومه وبتفكر؟ يعني ساعات الطبيعي. ما سالتهاش بتفكر في ايه؟ ما كانتش بترضى تقولي الله يرحمها. هي ماتت كيف؟ عيت. اتعذبت في حياتها؟ لا الحمد لله الله يرحمها. وهي اللي وصتك تاجي هنا؟ خسارة، ألف خسارة عليك يا خاطر، ألف خسارة عليك يا خاطر. ما هي جاتها وهي على الحال ده كل يوم والتاني. شوف شغلك معاها عاد، أنا ما قدرش عليك. تعال يا بت. انظر يا عزو الله، اضرب يا غار، انا بستل كوني. كنت فين؟ مش هقولك لا. انت البيت العمدة ولا كان جال؟ وهي تقدر تنجر ولا هصارف عليك. يا عزو الله وهي بجار يا علي، وهي بجار يا علي. لا يا عزو الله انا ما مشايح لكش عشان كده. امال الفيعان عشان ايه؟ مش انت اللي قلتي انها مرخصة نفسها وبتتحدث معاهم على جوازتها من ذكريات بركات؟ صح الحديث كده يا بنت؟ صح. انت مش عايز تخلص علينا ليه؟ خلص وريحني. وليك يا انت تكلم كمان؟ لا احسن يا ذكي يا عزوي، هي عرفت غلطتها خلاص. والفضيحة؟ لا ما حصلش فضيحة، ما حصلش فضيحة يا خوي. طب بزيادة بس اعرف منها هي ايه اللي حصل. مش هقولها. مش حقوني وانا حضروا فيك. لا خصمك النبي بزيادتك يا حسن. طب بزيادة بس البنت دي ملهاش قعد بعد كده تاني. الخميس الجاي هعقد لها على حجاز ولدي. وهي موافقة يا اخوي مش كده؟ واحنا بعد العملة السودة دي مستنين موافقتها كمان. الحمد لله على السلامة يا ابوي. اتأخرت ليه؟ قلقتني عليك. ابوي انت بخير يا ابوي؟ هو سعادة وليد باشا نازل هنا؟ ايوه الاخ الزان حضرتك؟ ايوه. هم منتظرينك من الكافيتيريا. السلام عليكم. اهلا يا زيدان، اتفضل. اهدي يا سامية يا بنتي، دس فلوسك يا ضناي، عيبك ده. بتشتمنا بالزوج ياما. لا والله يا جماعه الحكايه مش كده، بس يعني مش احنا اهل ولا ايه؟ وحضرتك يا ماما روايح بتقولي لي انك بتعتبريني دايما زي ملك بنتك.
زيها واكتر يا بنتي، بس ما توصلش انك تدينا حق واكلك ونومتك. يعني احنا لما هنروحوا لك اسكندريه هتاخدي مننا فلوس؟ لا طبعا، بس الوضع مختلف برضو. احنا صح على كد حالنا، لكن نعرف كيف نكرم الضيف. هو انا ضيفه برضو يا ماما روايح؟ لا يا بنتي، انت اولى من الضيف وانت اولى من الاوتيل. انا بدفع اكتر من كده في الاوتيل. يا بنتي عفش الحديد دي. ما تزعليش منها يا امه، اصلها ما تعرفش عوايدنا. والله يا جماعه، والله انا ما اقصدش حاجه وحشه ابدا. يا دكتوره سهام، الحال اشيت معدن والحمد لله. هو احنا يعني يا بنتي بنصرفه في ايه؟ احنا ما بنشتروش غير الشاي والسكر. يا جماعه اصلي انا السبب انه طايع ساب شغله في الجنينه. طايع بقاله كام يوم بيطلع من الصبح بدري يشوف شغل، وهيرجع النهارده ان شاء الله مجبور الخاطر. بزياده عاد الحديث الماسخ ده. قولي لي انت لابسك ده ورايحه على فين؟ راح عند زكريا ان شاء الله. واه استني لما طايع اجي معاكي. لا معلش انا قصدت كده، بعد اذنك. اجل له يوريكي مطرحه. ما تقلقيش يا ماما روايح، اللي يسال ما يتوهش. يعني باختصار يا سيد زيدان، عايز تقول ان الارض عليها مشاكل؟ انا قلت كده برضك. ما هو معنى كلامك كده يا زيدان. انا بقول تاجوا عندينا تشرفونا وتقابلوا زكريا بيها ابو العمده، وهو يقول لكم على كل حاجه بنفسه. اه سامع يا ياسر بيه، يعني الحكايه لسه فيها اخذ ورد. واه يا ولاد. ما تتكلم دغري يا زيدان. ما انا بتكلم، انا بقول زكريا بيها ابو العمده هو اللي في يده الحل والربط، وسعادتك خابر مش سعادتك جبلت وقعدت بعهدي. يعني لو رحنا قابلنا زكريا ابو العمده ده هيمضي العقد ويسلمنا الاوراق ولا هيضيع وقتنا؟ والله منكم ليه عاد. اه الكلام كده بقى فيه ملوعه يا زيدان. ملوعه ايه بس يا سعاده بيه؟ خليك محضر خير. خلاص اوكي اوكي، بس عارف يا سيد زيدان لو رحت اللي اسمه زكريا بتاعك ده وما نفذتش اللي احنا اتفقنا عليه انا هعمل فيه ايه؟ وانت كمان قبل منه. انا ليه؟ انا مالي؟ ما هو انت السبب يا زيدان. ليه يا سعاده البيه؟ هو انا مغسل وضامن جنه؟ سمعت يا ياسر بيه؟ انا ما قصديش يا سعاده البيه. مهما كان قصدك، اوعى تفتكر ان احنا هنسيب الارض بعد كل التكاليف اللي احنا دفعناها. لا تسيبوها كيف؟ اوكي يلا بينا بقى نشوف ايه الحكايه دي، عشان احنا ما عندناش وقت نضيعه. ايه مش هتقولي لي اقعد يا خاله وهبيه؟ لا كيف دي؟ احنا برضك نعرف الواجب، لاننا بيت اصول حتى لو انتوا ما راعيتوهاش معانا. اتفضلي اقعد يا فتنة. انا مش هزعل منك مهما قلتي، لاني عذراكي، وعشانك ده انا جيت اخد بخاطرك انتي وزينات، ولو امي كانت رايقه كانت جات معاي. سلامتها مش رايقه ليه عاد؟ اها الدنيا ما سايباش حد في حاله. خاله وهبيه انا ملهوش لازمه الكلام في حاجه من اللي ناويه تتكلمي فيه دي يا بنتي. قوم الكلام يوسع وما يجيش من وراه الا الاذى. طب زينات فين؟ مالك بيها زينات؟ اسلم عليها؟ راكده فوق ما قدراش تقابل حد. يعني ما عاوزاش تقابلني؟ انا بقول لك ما قدراش مش ما عاوزاش. طيب بخاطركم فوتك بعافية. أنستي وشرفتي. واه يا حمدي، ايه اللي عمل فيك الدنيا يا حبيبتي؟ هي دي الجنينة يا وليد بيه. سيادتك أول مرة تشوفها طبعا. موقع ممتاز. فين بقى اللي اسمه زكريا ده؟ جوا في الجنينة. اتفضلوا 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 اتفضلوا. يا ريت الأهانة كانت من خالي، لكن الأهانة الأوعر كانت منكم، ويا ريت الأذية كانت في خيبة الأمل والمرارة.
لي الأذية الأوحر كان في اللي حكم بيه علي من غير ما أقدر أفتح خشمي. خبر لي خالي جارني لأني نفسي اتكسرت. أنا اللي قعدت طول عمري أتعزز بمالي محدش يقدر يدوس لي على طرف. خالي جبرني وفي غمضة عيني من غير ما أقدر أفتح خشمي. وأنا خابرة إنه مش بكيان على اللي عملته قد ما هو خده حج عشان يحط يده على مهلي اللي مستتر علي طول عمري وحسدني عليه وعلى الأذية وصلت لحد فيه. أنا ما قصدتش والله يا زينات وعالم ربي إن قصدت كنت أسعدك وأسعد أخوي بيكي. عارفة وما أقدرش أجيب الذنب عليك ولا حتى على أخوك. الذنب علي أنا في الأول أنا اللي ما قدرتش أفرق بين الحلم والحقيقة. بس إحنا قدرنا كده البنت تهدي ساعة الجد يسجونا زي البهايم ولا نقدر نرفع حسنا. بس نركع الفرصة لما تهاجي للراجل عشان يعملها. صدقتي بزيادك بزيادك يا زينات. لا هي تكوني فاكرة زعلانة هي الوحدة لما تموت جواها كل حاجة حلوة تزعل ولا تفرح ولا حتى تحس. يا مرحب يا بشوات يا مرحب. اتفضلوا اتفضلوا نورتوا الجهة كلها مش هنا وبس. احنا متشكرين يا سيد زكريا. يا ريت بقى نخش في الموضوع على طول عشان احنا مش فاضيين للمجاملات دي. طب خد نفسك من المشوار يا سعادة الباشا. الاول تاخدوا واجبكم وبعد كده الكلام ملحوق عليه. ايه واجبنا دي يعني ايه؟ يعني اقل كوبايه شاي مش هنقول غدا. ايه اقول له مش فاضيين يقول لي غدا وكلام فاضي. يا وريد بيه يا وريد بيه هي دي الاصول. احنا موافقين يا سيد زكريا. يا ريت بقى تأمرنا بشوية شاي. سباعي. ايوه حاضر نعم جنابك. شاي قوام للبشوات. امرني جنابك. سباعي تجيل. امرني جنابك تجيل. اوكي نتكلم بقى. انا تحت امرك وانا سامعك. فين ورق الجنينة؟ موجود يا ساعة الباشا. لما هو موجود ما جبتوش ليه حسب الميعاد؟ وما عملتش توكيل البيع ليه؟ لانه اصل الموضوع يا ساعة الباشا. اسكت انت يا زدان. انت هتلعبونا ما حد فيكم يتكلم. اتكلم معايا انا يا سعاده الباشا. وانا افضل كده برضه. الكلام ده انت قلته يا زدان في الاوتيل. الامر لله يا سعاده الباشا. الارض طلعت فيها مشكله صغيره انا ما كنتش اعرفها. مشكله ايه دي بقى ان شاء الله؟ الوالده تبين انها كانت بيعها زمان بورقه عرفيه. تبين وكانت هي دي الحقيقه يا باشا. انت متاكد ان هي دي الحقيقه؟ يعني ايه؟ يعني باين طبعا ان هي لعبه عشان تضغطوا بيها علينا في التمن. طريقه فلاحي وقديمه. انا فاهمها كويس قوي. ولا يمكن كان يعرف وبرضه باعها لنا وليد بيه. وكده يبقى نصب رسمي. هو الظاهر مش عارف هو بيتعامل مع مين. لا عارف يا سعاده الباشا. ومصمم تنصب عليا؟ وقف عندك ولا كلمه تاني زياده. انا صابر عليك بس انت داخل حامك ده عليا وساكت عشان انت هنا في ارضي مش عشان انت مين واد مين. لكن مادام حصلت قله الحي والاتهام في الذمه بالباطل ايه قولك؟ انا ما بيعش وليك انت بالخصوص. هدفعك تمن ده غالي قوي وبرضه هتبيع ورجلك فوق رقبتك. اعلى ما في خيلك اركبه وهنشوف رجل مين هتبقى فوق رقبه مين. اوكي يلا بينا يا وليد. يا بشوات استنوا استنوا. جت من مجابيعه. شوف شفتيها يا امها تصعب عليكي ولو سمعتي اللي قالته تصعب عليك اكتر. يا بنتي يعني احنا كنا قاصدين لها شر. احنا كنا قاصدين لها الخير والسعاده. بس برضك عشمناها ودينا الفرصه لخالها يبيع ويشتري فيها وياخد مالها ويتاسع مع ولده لاخر العمر. هو احنا يعني كنا نعرف برضك؟ ليه كده يا زكريا يا اخويا؟ يعني كنت هتلقى احسن من زينات فين؟ كله الجسم يا بنت عاد.
بزيادك يا بنتي، بزيادك وادعي لها. ادعي لها؟ ادعي لها بعد ايه يا امه؟ فتنة. كل البكا ده عشان زينات بنت وهبيه؟ قصدك ايه يا امه؟ انا خابره يا بنت البكا ده ليه؟ يمكن تكون زينات صعبت عليك وحكيتها زعلتك، لكن مش هي السبب في اللي انت فيه ده. يا بنتي ده انا امك اللي ولدتك، وعارفك عاوزه تقولي ايه من قبل ما تنطقيها. شويه الجفا اللي انت شايفاهم من عريسك دول. شويه جفا يا فطنه يا بنتي. البت العجلة تصبر على عريسها مهما بدا منه. أنا يا ما صبرت على بوكي مع كل اللي كان بيعمله، ولحد دلوقتي صبر. لكن انت الحمد لله عريسك عاقل ولا يعرف اللف ولا الدوران، ودي أهم حاجة، والباقي مقدور عليه. وركي فيها على الوحدة منين؟ وانا ياما قلت لك ده قبل كده. قومي يا بنتي خش اغسلي وشك، عريسك زمانه جاي يوعالك في احسن لها صوره. خلاص فضناها سيره يا استاذ، اذا كتبت في الحاجات معاي ما عنديش الا ده، هفرغه فيك واخلص. فرغه خلصني، مش هتفرق معايا. طب فرقني دلوقتي احسن لك يا زدان. يا ابو العمده افهمني افهمني، انا قصدي اقول ان حتى البيعه لو راحت ننفده بجلدنا، ما تبقاش موته وخراب ديار. موته ما تاخدك، انا كاني اخلص عليك. في انت كمان؟ لا ما فيش. امال واقف عندك ليه؟ أصله ايه ما تنطب؟ في ناس برا عاوزين جنابك. ناس مين تاني؟ أنا يا زكريا بيه. الجدع ده لا يمكن يتساب، لازم يتقدم، مش عشان التلاعب المكشوف ده، لا أساسا عشان الكلام الوقح اللي قاله. وإحنا برضو مش هنسيب الجنينة، انا هفضل هنا في الاقصر مش هرجع لما اخلص كل حاجه. اوكي بهدوء ومن غير شوشره. ياسر البيه طبعا مع حضرتك اهو، بابا عايز يعرف كل حاجه بالتفصيل. الو ايوه يا فندم. انت مين اللي وراك يا دكتوره؟ مين اللي ورايا يعني ايه؟ اصلك مستجويه ومهممكيش حد، تبقي مسنوده. مسنوده من مين؟ انا ما يهمنيش مين ورا مين ومين ساند مين، بس انا يهمني. انا مش كل ما هتلفت حواليا حلقه نفسي بنطح في الصقر، ده حتى خبطتين في الراس توجع. اللهم طولك يا روح. مش عارف بس يا ابو العمده هي مستجويه لكن ما حدش وراها ولا مسنوده من حد. خلاص عرفت، اسكت سكت عاد. اديني سكت بس مش خابر اخر السكوت ده ايه. اعرف مين حضرتك الاول؟ زيدان، زيدان بيه شريكه في الجنينة. شريكه؟ مش لما تبقى بتاعته اساسا عشان يبقى له شريك فيها؟ واه واه واه. على العموم انا فعلا مسنودة يا سيد زيدان. يبقى زي ما قلت، انا ما تفوتنيش. مسنودة من مين سعادتك؟ مسنودة بالله سبحانه وتعالى اللي ما حدش يقدر يقف قصاده. مسنودة بالحق يا سيد زيدان. اسمع ما اقول لك يا دكتوره، انت لسانك مش الحق، لسانك مكتفني في التصريف وانك مش راجل اقدر اقف قدامه الند للند. ولا ما تعودتش اقف قدام واحده مهما كانت مكانتها، لان ده في عرف نعار. ده بس اللي اقدر اقوله لك دلوقت لانك هنا في منظرتي. ولا ما تعداش على اللي يجيني في مطرحي مهما كان بيني وبينه خصومه الا اذا دست على طرف. ما هو زي ما ليه قيم ومبادئ، انا كمان ليا قيم ومبادئ يهمني ان انا احافظ عليها واتمسك بيها زيك بالظبط. انا مش جايه هنا علشان ادوس لحد على طرف. امال جايه ليه؟ هذا من المؤاخذه يعني يا مرحب بيكي حتى مع كل اللي بيننا. اتفضلي. متشكره. انا جايه علشان احط حد ونهايه للموضوع ده، لاني مش فاضيه له اكتر من كده، وكمان عشان عاوزه اتجنب فيه الصراع بقدر الامكان.
يبقى ما اختلفناش، عودي البلد كل شغلك ويبقى دار ما دخلك شر. لا، مش معنى كلامي ده ان انا هتنازل عن حقي، ولا معنى كلامي ان حد ياخد مني حاجتي غصب عني. حتى لو كانت من حقه ما يكفاش الواحد يقول ده حق عشان يبقى حقه. اديك انت اللي بتقولها اهو. مش انا اللي بقول، اطلعي برا واسالي اي مسلم ولا نصراني، قول لهم الجنينه دي بتاعت مين، هيقولوا لك بتاعتنا ابا عن جد. هتقولي لي الحجه بعتها لامي، هسالك بعتها لها بكام، لو قلت لي بكدك ده هقول لك حلال عليك وربنا يبارك لك فيها قدام البلد كلها، صغيرها قبل كبيرها. وما بقاش زكريا بالعمده، لو ما سلمتها الكيش بنفسي وعتها لك كمان. هي كانت بعتها لها بكام؟ ملك الصالح انت، مش انتوا اللي بتقولوا؟ يا زكريا بيه، يا زكريا بيه، احنا مش كنا اتناقشنا في الموضوع ده قبل كده؟ ايوه، ما وصلناش الحاجة. طب وبعدين؟ ولا قبلين، انا مش مستعجل، جنينتي وتحت يدي وحجتها الاصليه هنا في بيتنا، وانا زكريا بالعمدة اللي يقدر يحمي ماله. خلاص، يبقى انت اللي اخترت. بالراحة ومن غير انفعال من فضلك. شكرا. من غير انفعال ازاي بس؟ بقول لك دي عملية نصب، تقول لي ده انزاع مدني. يا حضرة الضابط، ده اخد شيك بمليون جنيه وجاي دلوقتي يقول لنا ان الارض متباعة. قول له يا فندم، قطعا في جوانب تانية. انا ضابط قديم هنا في المنطقة وعارف زكريا بركات كويس. عارفه؟ قول لي كده بقى. يعني ايه؟ يعني الضابط اللي احنا جايبينه علشان يا وليد بيه. انا ما حدش جايبني، انا صحيح مكلف بصفة ودية ان افحص النزاع، انما ده برضو بناء على واجبات وظيفتي. يبقى تتغير وحد غيرك يفحصه. وبعدين يا وليد بيه، انا اسف اسف يا حضرت وليد بيه، ممكن بقى سعادتك تنزل مصر وتسيبني الموضوع ده انا اخلصه؟ لا، مش قبل ما الاسم زكريا ده يتحبس. مش هتحبسه بس، ده لازم اتقدم. اتقدم؟ اتقدم يعني ايه؟ ابدا وليد بيه، قصده يعني انه يعرف غلطته. يا حضرة الضابط، انت فاكرني مقدم لك بلاغ بقول لك فيه ان انا اتنشلت في اتوبيس؟ لا يا فندم، بس انا فاهم شغلي كويس وعارف اهل المنطقه هنا وعاداتهم ومكانتهم، واعرف اتعامل معاهم ازاي. عارف مكانتهم ومش عارف مكانتي، تعرف تتعامل معاهم ازاي ومش عارف تتعامل معايا انا ازاي. لا يا فندم عارف، ولما كنتش عارف ما كنتش اتنقل لحضرتك لغايه هنا علشان اناقش الموضوع. كان ممكن قوي ان انا اكتب محضر او اخلي صول عندي يكتب كمان. يا فندم انا بقول لو ما كنتش اعرف مكانه سيادتك. وعلى العموم انا برضو بكرر طلبي اني اخد فرصه افحص الموضوع، وان شاء الله هقدر احله بصوره وديه وبصوره ترضي الطرفين. يا كده بقى يعمل محضر وياخد خط سيره الطبيعي ويروح النيابه وهي تتصرف. ما شاء الله. خلاص 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 يا وليد بيه، احنا موافقين يا حضرت، حضرتك اتصرف. اوكي. عن اذنكم. اتفضل اتفضل يا فندم. وانا بأكرر اعتذاري. لا لا، مع السلامه. ايوه يا وليد بيه، مش الباشا والدك برضو قال بهدوء ومن غير شوشره؟ ما عاوزاش تقولي حصل ايه بيناتكم. ما حصلش حاجة والله. يعني ما تكلمتوش؟ لا اتكلمنا طبعا. وبعدين؟ ابدا ما اتفقناش. اوعى يكون قال لك كلمة كده ولا كده لا سمح الله. لازما برضه، هو احنا تايهين عن زكريا ابو العمدي وحديثه الماسخ؟ لا والله حتى ده ما حصلش. طب ما تقولي حصل ايه يا دكتورة وتريحينا، احنا قلقانين عليكي. قلقانين ليه بس يا جماعه؟ ما انا قدامكم كويسه اهو. واحنا بنقولوا لا سمح الله انكم اتعركتوا باليدات من غير مؤاخذه، انما اذيت الكلمه للي في مجامك بتبقى اوعر. معلوم يا ولدي. ما حصلش حاجه من ده كله والله. طب خير وبركه. امال ليه يا ساميه بنتي من ساعه ما جيتي من عنده وانت قاعده مسهمه وما قلتيش ولا كلمه؟ محتارة يا ماما روايح. سلامتك من الحيرة يا دناي.
ما انت لو تقولي حصل ايه نشور عليكي. سيبيها دلوك يا ملك، سيبيها تستريح وبعدين نبقى نتكلم. لا تاكل لقمة الاول. معلش هستريح الاول شوية بعد اذنكم. اما مليكش حق يا شيخ عابد، عاوزني ارمي اختي ولا ايه؟ اعوذ بالله، انا قلت كده برضك. امال بتقول ايه؟ بقول ما نهوداش يعني على قعدتها عندينا هنيه بعيد عن بيتها. شوف الحديد عاد يا ولية، ما يبقاش تفكيرك على كدك. انا قلبي عليها وعلى بيتها وعلى الراجل كبير بركات اللي قاعد لحاله ده، وهو في سن محتاج فيه للمراعية، وبتها مهما كانت ما تسدش مطرحها وراها اللي يشغلها برضك. طيب مش هو اللي تسبب فيك دي؟ طب هو راجل زي ما انت راسية في كلامه وفعله، قوم احنا نهاوده حتى لو كان في ضرر عليه. وهي ذات نفسها ما يغركيش انها سابتك دي، دي كاتمة في نفسها، وده برضك عفش عليها في السن دي. صدقت والله، انا حاسة بيها يا نظري، زي ما تكون بعد الشر بتموت وتحيا في اليوم 100 مرة. الحمد لله، اديك قلتي. يا طب والعمل يا شيخ عابد؟ ما خبرش، انا ما اقدرش اتحدث معاها لا تفهم حديثي غلط، واني متضايق من وجودها معانا. ده انت ذات نفسك فهمتيه في الاول كده. وكمان ما اقدرش اروح اتحدث مع العمدة بركات وانا طالع من بيته مطرود، ده في الظروف العادية أنا ما بطمنش الكلام وما بعرفش بيفكر كيف. حقا لا حد يعرف إن كان عاقل ولا مجنون. أنا بقول إنك تتحدث معاها بصنعة لطافة كده وتقولي لها تروح من نفسها كده. لا لا، لازما ومن كل بد هو اللي ياجي يصالحها ويترجعها كمان. واه ليه؟ عروسة ياك؟ لا كرامتي، هي مش هينة واصل. يا اولاد، لما في السن دي ندور على الحاجات الخايبة اللي تودي ولا تجيب. كيف ده؟ ده بيتها قبل ما يكون بيته ونرمى عليها اليمين. ما قلت انه قال لفتنا انه عفى عنها. ومين اللي يضمن؟ احنا لسانا قايلين لا حد يعرف ان كان عاقل ولا مجنون. فعال لما يريد. ايه ده يا بنت؟ من ميت انا باكل الباميه دي؟ الست فتنة هي اللي طبختها قبل ما تروح للست الحاج. انا بسالك مين اللي طبخها؟ وانا ايش عرفني؟ طيب خلاص خش جوه انت. حاض. في باذنجان يا ابوي، كل باذنجان. من ميت انا اكل باذنجان؟ انت طول عمرك يا ابوي بتاكل الباميه والباذنجان. ايه بتكذبني يعني؟ لا لا سمح الله يا ابوي، انا كان نسيت في لحمه. ها لحمه زينه يعني. دي زينة دي؟ دي عجوزي وانا ما باكلش الا اللحمة الصغيرة. عجوزك كيف يا ابوي؟ ده ضالني. طب ايه قولك؟ انا ما واكلش. استنى بس يا ابوي، استنى الله يرضى عنك. واه يا اولاد انا ناقص. حقيقي يا نجوى انا فعلا محتارة. هتقوليلي يا بنتي ما انت غاوية حيرة. احنا مش اتفقنا ان انت هتدي الورق للمحامي وترجعي على طول؟ مش ده كان اتفقنا؟ اعتقد ان ده اللي لازم يحصل. انا عملت اللي عليا وما قداميش بقى غير كده. خلاص تبقى الحيره ليه يا نجوى؟ انا بتكلم في حاجه وانت بتتكلمي في حاجه تانية خالص. طب فهميني يا فيلسوفة زمانك. من غير تريقه لو سمحتي، انا محتاره بخصوص شخصيه زكريا ده نفسه. ما حيركي في ايه شخصيته؟ وهو اكيد انسان عنده قيم ومبادئ، بس في نفس الوقت ما تفهميش اذا كان انسان ذكي ولا لئيم، طماع ولا حقاني، عدواني ولا جنتلمان، مش قادره احدد. يا سلام كل ده؟ انا بتكلم بجد، الكام مره اللي قابلته فيهم مش قادره احدد شخصيته ملامحها عامله ازاي بالظبط. طب انت شغله نفسك ليه طالما مش هتتعاملي معاه بصوره مباشره والمساله في ايد المحكمه؟ ما هو مش معقول كمان هو يترفع انه يجرح مشاعر واحده ست وانا اجرح كبريائه قدام الناس وقدام اهل بلده، ومش معقول هو يرحب بيا في منظرته في عز الخصومه وانا جرجره في محاكم، ومش معقول كمان. يعني ايه هتتنازلي عن حقك عشان كده؟ انا ما بقولش كده طبعا، بس برضو اللي محيرني زي ما قلت لك مش عارفه اذا كانت دي طبيعته ولا هو بيتظاهر بكده علشان اضعف وغير رايي. سهام انت كده حيرتيني.
مش بقولك يا نجوى يا ابوي، انت مش قلت انك عفيت عن امي وسامحتها؟ انا قلت كده؟ قلت لمين؟ قلت الفتنة. طب انا قلت الفتنة، انت عرفت منين؟ هي اللي قالت لك؟ يا ابوي هو المهم مين اللي قال لي، ولا المهم انك سامحتها؟ لا، المهم مين اللي قال لك. فتنة هي اللي قالت، يعني خبصت على كده، مع اني منبه عليها ما تقولش. واه يا ولاد. طب ايه قولك؟ انا عشان كده رجعت في كلامي وما سامحهاش امك دي. واصل يا ابوي انت تعبان في غيبتها، ده حتى الوكل ما بتاكلوش. انا اشد منك معلوم، بس برضك هي اللي عارفه طابع، والناس كده هتاكل وشنا. محروق الناس بجاز. كيف يا ابوي يبقى زكريا ابو العمده ما قدرش ارجعهم البيت؟ ايه زكريا ابو العمده علي انا؟ لا العفو يا ابوي، وانا يعني واخد السمعه منين؟ مش منك. اه صح، يعني خلاص يا ابوي هتسامحها؟ مش هقول لك. خبر ليه؟ ليه؟ عشان عارفه خباص زي اختك. اهي قدامك، ها اسالها يا ولدي. يعني يا جماعه اقول انه اهاني بالكذب بس؟ لا، اصل زكريا ده واد خالتي وانا عارفه. طب ايه رايك بقى انه طلع بالعكس؟ بالعكس ايه؟ يعني الانطباع اللي خدته عنه من كلامكم ما طلعش مظبوط قوي. ايه غلط؟ لا بس حسيت انه مبالغ فيه شويه. كيف يعني؟ يعني ما حسيتش انه عدواني بالدرجه اللي صورتوه بيها. برضه كيف يعني؟ يعني حسيت انه ممكن يقتنع بشويه تفاهم. وانتوا اتفقتوا ولا ايه؟ لا احنا لسه ما اتفقناش. لسه؟ وانت ناوي تقابليه تاني ولا ايه؟ وبعد هالك يا باشمهندس، احنا مش قلنا 100 مره ان الموضوع ده انت بالخصوص مليك الصالح بيه؟ ايه هنغنوا الكلام ده على ربابة؟ وبعدين يا طايع يا ولدي، الحديث مع صاحبك ما يبقاش كده، يبقى بالراحة شوي. قولي له يا خالة، قولي له. طايع ما يقصدش يما، مش كده يا طايع؟ ما تأخذنيش يا باشمهندس. لا معلش معلش يا جماعة، ممكن بقى ننهي الكلام في الموضوع ده بدل ما تقلب بخناقة ملهاش لازمة؟ ننهيه، بس قولي الاول للبشمهندس وبصراحه كده انه ملهوش صالح بيه الموضوع ده. ارجوك يا حجاج، مالكش دعوه بالموضوع ده نهائي. انت قصدك يعني تقولي كده علشان يعني انت ما عاوزانيش احتك بزكريا، مش كده؟ ايوه بالظبط كده، وخصوصا اني حاسه كمان انه ان شاء الله مش هيوصل الموضوع يعني للاحتكاك العنيف، لا مني ولا منه. لا انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل بينكم. مفيش اي حاجه، في ايه؟ وانا انت بتقولي كده ليه؟ يعني مجرد احساس. ها؟ احساس؟ بقول لك يلا ياما. يلا فين يا ولادي؟ هيكون على فين؟ على بيتك. اقعد بس يا ولدي واستهدى بالله كده. انا ما فاضيش الاقعاد ولا الحديث ورط. يا ولدي انت لساك برضك مش هتبطل تاخد الدنيا على الحامك دي. اقعد يا زكريا يا ولدي، خالتك وعمك الشيخ عابد فرحانين بيك وعاوزينك تقعد معاهم. بص ياما، مش معنى ان انا جاي هنا وعايزك تروحي معاي ان انا نسيت حسابي معاكم في اللي حصل والورطه اللي انتوا كلكم حطتوني فيها دي. انا بس جاي عشان انا ما اقبلش ان امي تتهان وانا عايش. وهي قاعدة أمك عندينا، إهانة ليها؟ مش حكاية عنديكم ولا عند غيركم. أمال الحكاية إيه؟ حكاية إنها تطلع من بيتها من الأساس. يلا يا أمه. لا أنا ما رجعاش إلا لما أبوك ياجي لحد هنا ويحق نفسه لي. هو مين اللي يحق نفسه لمين؟ جنينتي، أنا حرة فيها، أديها للي أنا عاوزها من غير علمه وبالمؤامرة. انا ما عاوز اتكلم في الموضوع ده لان فيه الاهم عن المهم. طب افرض ياما ابوي ما جالكيش، هتقعد هنا على طول يعني؟ واقعد هنا على طول ليه؟ انا ما قدراش اعمل لنفسي بيت ولا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، ده انا على كده ابقى ماليش عازه في الدنيا جعان. بعد الشر عليك يا ولدي. وحجاج يا اقعد يا ولدي وربنا يهديك. ايوه كده نتلموا مرة واحدة ونكيد الشيطان. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. كويس ان لقيتك يا زكريا.
في ايه انت كمان؟ ايه اللي ضار بينك وبين الدكتورة سهام؟ سهام تسليه هو بسأل وخلاص. مفيش حاجة اسمها بسأل وخلاص. صلحك ايه انت في كده؟ وانا اسألك سؤال ترد عليه بسؤال ولا ايه؟ ان سؤالك غريب. يا شكت لك يعني؟ واه وهي تشتكي له هو ليه؟ ما تسأليه تسأليني انا. هي شكت لك؟ مالكيش صالح انت. لا ليه؟ لازم تعرف، عشان لو كانت شكت لك فيمكن عاوزة تعيد اللي عملت امها زمان. انت بتقول ايه؟ حجاج تجنيت في عقلك ولا ايه؟ سيبه يمكن الكلمة جاته على الوجيعة. تلاتة بالله العظيم لو حد غيرك اتجرأ ومسكني كده لكان دفع حياته تمن ليه. واذا عملتها تاني يا حجاج انا لا حرايح حرمة لا القرابة ولا الدم. انا ماشي. بقول لك ايه يا حجاج، لو دخلت نفسك في الموضوع ده تاني هتبقى انت الجاني على روحك.